إذا نبدأ على بركة الله. وأول شيء اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. إذا نبدأ على بركة الله في فيديو جديد على قناة ينصت برو، قناة تقنية تهتم بكل ما هو تقني مفيد في مجال التقنية. تحياتي للجميع. هنا فيديوهات كثيرة حول مجال الترافيك وجلب الزيارات لموقعك، كيف تجلب الزيارات لموقعك، جلب زيارات حقيقية عديدة وكثيرة لموقعك بطرق رهيبة جدا داخل القناة. هنا فيديوهات كثيرة، يمكنك مشاهدة الفيديوهات واحد تلو الآخر للآخر لتفهم الطرق. هنا المقالة، المقالة الخاصة بنا التي نروج فيها لكل الروابط، يمكنك التسجيل عن طريق هذه المقالة. تفضل بأنني من المتابعين الأوفياء الموقع. من هنا بالضغط على زر سابوني أو الاشتراك. هنا هي المقالة، موقع فود جيم والموقع الأول كما تلاحظ. نغلق على الإعلان. هنا موقع فود جيم هو الموقع الأول، وهنا مواقع أخرى للترافيك. إذا هنا كما تلاحظ مواقع الترافيك كلها يمكنك التسجيل عن طريق هذه المقالة بها كل روابط التسجيل. البانرات كما تلاحظ هي روابط التسجيل، اضغط عليها واذهب للتسجيل. وإذا أردت التسجيل مباشرة ادخل الموقع مباشرة، فكل المواقع واضحة أسماءها: هانجري فريز، ترافيك جي، فود جيم. المهم ها هو موقع فود جيم، هو الأول الذي نشرحه، هو الموقع الرئيسي. لاحظ هنا كليم توداي فري جيفت، الهدية. نضغط على هنا فقط بتسجيل الدخول وتأخذ الهدايا كل يوم. لمن لا يريد السيرف يدخل يأخذ الهدايا كل يوم، وتلك الهدايا يحولها لزيارة الموقع. لاحظ معي هذه الهدية اليوم، ضغطت عليها وسيعطيني كم 119 جولد كما تلاحظ. هذا الجولد يمكنك تحويل عضويتك في كل مواقع ترافيك اكستشينج الى عضوية مدفوعة بهذا الجولد. هذا الجولد يعادل المال، فهمت اخي؟ هذا الجولد يعادل المال، لكن هذا الجولد يمكنك استعماله فقط لترقية العضوية. كما تلاحظ لجمعت هنا 74179 جولد، والهدية اليوم 119 جولد. فقط ضغطت على كليك هير تو كليم وحصلت على الجولد. يعني كل يوم تدخل وتسجل الدخول وتأخذ الهدية الخاصة بك. لاحظت اعمل ريفريش او اكسيوليزي، اصبحت 74,298 جولد كما تلاحظ. هنجري فور هيتس ايضا لدينا هدية تحت، ها هي. لاحظ اتش دي لوجين تو هنجري فور هيتس يو جيت ا فري جيفت. اضغط على كليك هير، حصلت على 50 ميني براندر اد امبريشن. الميني براندر هو نوع من الاعلانات داخل موقع هنجري فور هيتس. ثم موقع فاست ان فريوز، حصلت على 10 كريديتس فقط بتسجيل الدخول. اضغط على جو تو ماي اكونت، ثم نمر الموقع الموالي هارفست ترافيك كوب، هذا هو الموقع. نعمل شارج ليموج لان لدي الانترنت ضعيفة. ثم اضغط على لوجين. بعد الضغط على لوجين تأخذ الهدية الخاصة بك اليوم كما تلاحظ بعد 10 ثواني. إذا كما تلاحظ ها هي الهدية التي حصلنا عليها، واضحة كما تلاحظ. فقط من تسجيل الدخول في موقع هارفست ترافيك كوب 5 كريديت. اضغط على كليك هير تو جو تو يور اكونت، ثم اذهب تحت في الاسفل، اضغط على كليم تو دايز فري جيفت. هاي بعد ذلك يظهر معايا الهدية، ها هي 20 كريديت. يو هاف فاوند 20 كريديت. وهذه الايام كل يوم بهدية، اثنين ثلاثة اربعة خميس جمعة السبت الاحد. لاحظ هنا 16,056 وربع 20 كريديت. لاحظ بعد اكتواليزي او اعادة تحميل الصفحة، لاحظ معي 19,076. نعمل لوكين ايضا في موقع الداونلاينر لنلاحظ هل هناك من هدية. أظن أن ليست هناك هدية اليوم. نمر الموقع الموالي، ها هو سجل الدخول، ليست هناك هدية اليوم. ثم نمر الموقع الموالي وسجل الدخول بالضغط على لوجين.
لنتحصل على هدية معينة. لنرى هل هناك هدية. نعم توجد هناك هدية 15 ثانية ننتظرها للحصول على 5 كريديت أو 10 كريديت حسب الهدية. ثم أنا لوغين مرة أخرى في موقع سيرف باش. فقط من لوغين تحصل على هدايا. أما إذا قمت بعمل سيرف فأنت تحصل على كريديت أيضا. المهم عمل لوغين كل يوم. لوغين في دايموند هانتين جيرز أو دي اتش جي. ثم نذهب تحت ونضغط على I'm ready to pass this offer. ثم هنا Easy Online Advertising. نقوم بعمل لوغين لتسجيل الدخول. أظن أن الباسورد غلط. أعيد الباسورد ثم أضغط على لوغين لتسجيل الدخول. أضغط على لوغين الآن. نعم الباسورد صحيح. ثم أقوم بنسخ البرومو كود. يعني ليس الآن ليس هناك أي هدية اليوم في إيزي أونلاين أدفرتايزين. أعود لموقع هانجري فرايت ثم أقوم بنسخ البرومو كود هو تيرميريك والبرومو كود. أضغط على ريورس ثم برومو كود ثم أدخل البرومو كود في هذه الخانة ثم أضغط على أدد لينضاف مع البرومو كود. كما قلنا في القائمة فوق ريورد ثم برومو كود وتدخل برومو كود. أيضا فاست اند فيريوس ننسخ البرومو كود تويوتا نوع السيارة ثم برومو كود ثم أرسل البرومو كود في هذه الخانة قاعية ثم أعدد أو إضافة ثم بعد ذلك نمر للموقع الموالي نغلقه لأننا أخذنا من الهدية. نغلق أيضا ضد واينر. ها هي هدية اليوم في سبميت أز فور فري 10 كريديت. أضغط أكتب لها جريت أوفر هكذا ثم ريت. إن لم تعمل لها ريت لن تحصل على 10 كريديت. Your account has been rewarded. أضافت لدي 10 كريديت. Go to my account. ثم هنا نجد برومو كود. أيضا نضيفه قبل عمل السيرف. نضيف دائما نضيف برومو كود في كل مواقع. ثم كليك هير فور ممبر اريا في سيرف باش ثم ديلي لوجين 18 كريديت تحصلت عليها بونس. ثم اضغط على هذا الدب ليتحول بي لصفحة الداشبورد. لاحظ معي هنا الداشبورد تحملت معي في سبميت اصفر فري. انسخ هذا الكود توداي سيرف كود انسخه ثم انتر كود هير. هاي تحت البرومو كود مباشرة انتر كود هير. ثم اضيف الكود هنا في هذه الخانة ثم ارد اضغط على ارد لينضاف معي البرومو كود. ها هو كود اكسبتد 605 صفحة لتستقبل البرومو كود. لاحظ هنا تيرزداي سيرفين هذا هو الكود في سيرف باش انسخه ايضا ثم كليك هير. ها هي تحت تنبثق معك نافذة جديدة في سيرف باش. النافذة يمكننا إضافة البرومو كود فيها. إذن هنا أدخل البرومو كود ثم أرد يعني نسخ ولصق ثم أرد. انضف معنا البرومو كود كود أكسبتد وهذه الأمور. إذن هنا دائما هانتين جيمز نذهب تحت تجد ساحة الكود من هنا سيرف كود نقوم بنسخه أيضا ونقوم بلصقه في هذه الخانة ثم أرد وينضاف معنا البرومو كود. ها هو كود أكسبتد. ثم بعد ذلك إيزي أونلاين أدفرتايزين نقوم بنسخ البرومو كود. ها هو كوبي ثم أنتر سيرف كود هير ثم أقوم بلصقه هنا في هذه الخانة ثم أرد. انضاف معنا برومو كود كما تلاحظ. ننسخ هذا البرومو كود ثم نضيفه هنا أيضا فود جيم جولد للدراو تيكت ثم أرد. انضاف معنا ثم ننسخ هذا الكود أيضا. هذا الكود يومي يكون أيضا هنا ننسخه ثم أرد. كودين فود جيم جولد دراو تيكت واحد وجولد دراو تيكت اثنان. قرعة لربح الجولد
ثم هنا نحن داخل الداشبورد في موقعنا فود كيم، نذهب تحت اضغط على ار انجريدينت من هنا سيرف توداي 0/25، اضغط على ار انجريدينت عندما تصبح 25 صفحة تحصل على الخضار والفواكه للطهي، اضغط على سيرف نفتح صفحة السيرف في كل هذه المواقع، اضغط على سيرف ثم هنا سيرف اريا ثم سيرف من هنا في الجانب، ثم نمر الموقع الموالي نتاب فوق سيرف، يعني نبحث عن كلمة سيرف في كل المواقع لنبدأ السيرفين. هاي في الجانب ستارت سيرفين ايضا، ثم نضغط على ستارت سيرفين من هنا سيرف ناو، ثم نمر الموقع الاخير ايزي اونلاين ادفرتايزين ها هو، ثم اضغط على ايرن كريديت سيرف من فوق ونبدأ في السيرفين. إذا كما تلاحظ الآن بدأنا في السيرفين، وكما تلاحظ الإضافة فوق أصبحت أمامها 7، هاي كاميل تاب وأمامها رقم 7، يعني أنا فاتح الآن 7 مواقع، 7 مواقع أتصفحها في آن واحد. هذه الإضافة تتيح لك التنقل بين النوافذ بسرعة، يعني تنقل وتصفح 7 مواقع بسرعة. لاحظ ضغطت عليها كل مواقع هنا ليستد كما تلاحظ عن طريق لائحة، اضغط على المثلث فوق ثم ديفولت سيتينج ها هي فوق، اضغط عليها ديفولت سيتينج كما تلاحظ سبورت الترافيك اكسشينج 393 موقع ديفولت سيتينج، ثم نذهب الى اول ساوند نعمل ديزيبل للصوت كيلي ازعجانا، ثم اوتو كليك جيمز تكون هنا نون اوف ديم هكذا، اعيد ضغط عليها واختار ذا فود جيم، اختار ذا فود جيم ثم اخرج بالضغط على الفارق تحت هكذا وابدا السيرفين. لاحظ ضغط على الرمز الصحيح، ثم الرمز الصحيح هنا يمر بمباشره، لاحظ الماوس يمر بمباشره النافذه المواليه، هو يعمل ديتكت لكل هذه النوافذ. لاحظ معي جولد، لاحظ معي هو الناس ردت على الرقم الصحيح، فقط الانترنت ضعيفة 4. ثم لاحظ يعمل روتيشن يعود لفود جيم، ثم اضغط على الرقم الصحيح ثم انا ناصر الرقم الصحيح ثم هنا الرقم الصحيح هكذا، وتستمر هكذا في تصفح موقع تلو الآخر، ثم نكمل التصفح هكذا في كل هذه المواقع كما تلاحظ هكذا بهذه الطريقة، موقع تلو الآخر بهذه الطريقة سهلة جدا، نكمل التصفح هكذا بهذه الطريقة، نكمل التصفح هكذا بهذه الطريقة. نضغط على الرمز الصحيح ويتوجه بنا للموقع الموالي، كما تلاحظ هذه الإضافة هي توضح لك كم تصفحت في كل موقع، أعد الصفحات اكتواليزي، أقوم بعمل اكتواليزي لماذا؟ لأن الانترنت ضعيفة وبعض المرات لا تظهر رموز، تلك الرموز الفوق لا تظهر لأن لدي الانترنت ضعيف. أنت بالنسبة لك عندما تفتح الصفحة ستكون لديك انترنت جيدة، لهذا لن تعاني من هذه المشاكل. ثم نستمر هكذا في تصفح موقع تلو الآخر، لاحظ بعد ظهور الرمز نضغط على الفراولة، لاحظ يمر مباشرة الموقع الموالي، لاحظ الماوس، لاحظ الفراولة الماوس، لاحظ أقوم بتحريك بين النوافذ، فقط أضغط على الرمز ويتحول مباشرة، يعمل روتيشن أو دوران، يعني تلك الإضافة تساعدني كثيرا في تصفح مواقع 7 مواقع معا في آن واحد، تشاهد هنا وهنا وهنا. إذا نعود لصفحة الهوم، أريتكم طريقة السيرف، الآن نعود لصفحة الهوم في موقع فود جيم، هذه صفحة الهوم الصفحة الرئيسية، نضغط على القبعة فوق. بعد الضغط على القبعة من فوق تظهر معنا how to play the food game، how to play the food game كما تلاحظ
لديك هنا اللغة، تختار اللغة، تحول إلى العربية إذا أردت تحويلها إلى العربية. لديك جميع لغات العالم. هنا كما تلاحظ لدينا الشفرات، هذه الشفرات هي أساس كل شيء. كما تلاحظ هذه الشفرات قبعة الشفرة، على كل 25 صفحة تستطيعها تحصل عليها، لكن مع الإضافة التي شرحناها لكم مرارا وتكرارا، إضافة كامل تابس، تلك الإضافة ستجعلك تضغط عليها أوتوماتيكيا، حينما تصل إلى 25 صفحة تنضغط أوتوماتيكيا. هذه هي الشفرة، تربح منها الجولد. هنا بارتنر شوب، نضغط على بارتنر شوب، لاحظ معي هذه الصفحة، لدي 74,298 جولد. كما تلاحظ 74,298 جولد، لاحظ العديد من المواقع التي نتصفحها وأمامها أبغريد أو ترقية العضوية. هذا الذهب في ماذا يفيدنا في ترقية العضوية أو تحويله إلى بيج بانك لترقية العضوية، تسمى محفظة البيج بانك وهي بالدولار، يعني لا تتيح لك السحب فقط لتحويل العضوية، لذلك الذهب تشتري به عضويات مدفوعة. لاحظ معي هناك العديد من المواقع وكلها مواقع ترافيك اكسشينج، كما تلاحظ كلها مواقع لتبادل الزيارات. هذه المواقع كلها يمكنك تحويل العضوية عن طريق موقع فود جيم، عن طريق هذا الذهب او الجولد الذي تجمعه من هنا. هذا الجولد يتيح لك تحويل العضوية من مجانية فري الى برو او في اي بي او جولد او سيلفر، يعني لاحظوا هنا امامها علامة باي، الخانة التي امامها علامة باي، يعني يمكنك شراء عضوية. اذا تقريبا كان هذا كل شيء. هذه المقالة بها روابط للتسجيل في المواقع كلها، كما تلاحظ كل المواقع لديك هنا روابط، تلك البنرات هي عبارة عن روابط اضغط عليها، وهنا الإضافة هاي كامل تابعة. هذه الإضافة يمكنك من خلالها السيرف بين كل المواقع، كما تلاحظ أمامها 6 مواقع، يعني فتح الآن 6 مواقع. إذا هذه المقالة بها كل روابط التسجيل في مواقع الترافيك، تضيف إليها موقعك وتحصل على الترافيك. إذا تفضل الانضمام لمتابعي الأوفياء الموقع بالضغط على السابوني، ولا تنسى الضغط على السابوني في موقع يوتيوب في قناتنا يونستات برو، وهنا فيديوهات كثيرة وعديدة لجلب الزيارات لموقعك، فيديوهات كثيرة داخل القناة. تحياتي لكم، قناة تهتم بكل ما هو تقني ومفيد في مجال التقنية. إلى اللقاء.